مباشرة. كل التوفيق إليك، الكلمة والحديث واللقاءات والحصريات وكواليس الجلسات. شرم الشيخ، نحن نواصل فعاليات هذا اليوم المشهود لهذه القمة التي تعتبر قمة فارقة اختلفت فيها كل الموازين، بل واختلت نتيجة صعود الشأن اليمني فورا. وطبعا هناك قضايا أخرى مركزية عربية ومهمة، بل هي بالغة الأهمية، وهي القضية الدائمة والقضية المحورية والرئيسية، وهي القضية الفلسطينية التي يسعدنا أن تكون محور حوارنا مع معالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمد صبيح. أهلا وسهلا ومرحبا يا فندم. أهلا بك أخي. الله يخليك. أهلا وسهلا. ومعنا طبعا الأستاذ محمد دسوقي رشدي، الصنديد الهمام بمجموعة الأخبار التي يبدأ بها دائما. يعني أهلا بك معالي السفير. أنا أعتقد النهاردة كان يوم من الأيام الطويلة في تاريخ جامعة الدول العربية أو في تاريخ هذه القمة. هذا اليوم شهد ثلاث نقاط مهمة على يعني من أهم الأشياء اللي احنا يجب أن نقولها، أنه كان في شبه اتفاق جامعي ما بين أغلب الدول الحاضرة على مسألة التحرك العربي لمواجهة الحوثيين في قلب اليمن، باستثناء بعض ما يمكن أن نسميه تحفظا لدى لبنان، وما يمكن أن نسميه تحفظا أيضا لدى العراق، وما لا يمكن أن نسميه أبدا تحفظا، لكنه اختلاف في وجهة النظر مع الجانب الجزائري. الأمر الآخر، كان هناك أيضا اتفاق على الاستمرار في دعم ومساعدة الحكومة اليمنية والرئيس اليمني الشرعي والاستقرار على ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة أيا كان جنسها وأيا كان عرقها وأيا كان دينها. وكان هذا واضحا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ربط ما بين الجماعات الإرهابية من سوريا إلى الصومال وحتى ليبيا. الكلمة المهمة أو الكلمة التي ربما كانت مختلفة مغيرة على الإطلاق كانت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة فيما يتعلق باقتراحاته التي جاءت جديدة على الأذهان وجاءت مميزة جدا، ربما تكون هي محور حوارنا مع معالي السفير. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. الرئيس محمود عباس النهاردة وإحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية قدم مجموعة نقاط وأفكار جديدة، منها تكوين ترويك للنظر في الأمر، كيف يمكن حدد موعد الأول من الشهر لكي يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك لمجلس الأمن مرة أخرى، ونحن نتحدث عن ذلك. تعالى نبدأ بس بالمقترحات، ما أسباب الجدة ولماذا لم تخرج هذه الأفكار قبل زمن؟ لا، هو كل فترة تمر القضية الفلسطينية بمراحل وظروف وتعقيدات ومشاكل تختلف حسب الوضع الدولي وحسب الوضع العربي، وفي كل فترة ستجد هناك اقتراحات لتجديد الفعل العربي في شأن الدولي. أيضا دعوة في هذه الفترة فلسطينيين. كان هناك في قمة الرياض على سبيل المثال تفعيل مبادرة السلام العربية وتسويقها للعالم، اللي هي طرحت أصلا في بيروت، التي طرحت 2002 في بيروت. قمة الرياض اتخذت قرارا كان مهما بتسويقها للعالم، فذهبت وفود رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا وطرحت مبادرة السلام العربية بوفد عربي رفيع المستوى، فدي كانت أفكار في حين مناسبة جدا. الآن القضية متركزة في مجلس الأمن، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكان هناك في أفكار في مجلس الأمن وتوقف هذا الأمر. عاصف الحكم التي اعتبرت ممكن حقيقة انتخابات الإسرائيلية على الأبواب حتى من أجل إنشاء قوة عربية عسكرية فعلا جديدا وأفكارا جديدة، فجاءت يعني فكرة الترويكا. الترويكا أن تتحدث أمام الكونغرس أيضا. نعم، وهذا أمر مهم جدا، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية التي أحرجت بكلام نتنياهو بأسلوبه وطريقة تعامله مع الإدارة الأمريكية، تقديري الشخصي أنها بحاجة لأن تسمع رأيا عربيا من مستوى رفيع جدا من قيادة عربية من أحد رؤساء الترويكا أو من تراه أو وفد كبير ليتحدث في الكونغرس عن مبادرة السلام العربية التي في صلبها القضية الفلسطينية والحل الدائم
وليس المفاوضات التي تدور في حلقة مفرقة. فهذه الأفكار، هذه أحد الأفكار. الأفكار الأخرى كان أبو مازن طرح على سبيل المثال الذهاب إلى مجلس الأمن باللجنة الموجودة لتناقش مع التجمعات الإقليمية وترى الوقت المناسب لطرح القرار، وأن يكون القرار مناسبا لنا وعلى رأي الآخرين لا يوجد به ألغام أو تسويف، يعني مش على غرار 242 مثلا غموض أو أمور من هذا القبيل. وأن يكون واضحا صريحا لإنهاء الاحتلال وليس لمفاوضات أخرى تدور في حلقة المفرق. هذه هي أفكار أبو مازن. معالي سفير، الرئيس محمود عباس النهاردة أشار في كلمته أكثر من مرة ربما بعد حديث الرئيس السيسي عن ضرورة الحل السياسي في ليبيا أو ضرورة الحديث حول الحل السياسي في ليبيا أو حتى اليمن، وبعد حديث الملك سلمان أشار هو الآخر إلى ضرورة وجود حل للسياسي ما بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وكأنه يدعو جماعة الدول العربية والرؤساء العرب إلى دعم حوار فلسطيني أو حل سياسي ما بين الفصائل وبعضها لإقرار مصالحة. نعم، أولا أي حل عسكري لابد أن يكون في إطار حل سياسي، والحل العسكري ما هو إلا تسخين للحل السياسي وتفعيل للحل السياسي، لأنه في النهاية لابد أن يكون هناك سياسة وقرارات وحدود للقوى المتصارعة، إذا كان عدوان رد العدوان، إذا كان الاستيلاء على حدود، إذا كان تهديد لأمن قومي، في النهاية هو كلام سياسي، وهذا ما أشار له كل الزعماء، وهذا مبدأ جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة. فلذلك التوافق على العمل السياسي هذا أمر 100%. المصالحة فيها قرارات قمم عربية كثيرة، وفيها محاولات وتجمعات أو دعوات، يعني دعانا المغفور له قادم الحرمين على مكة، ثم كانت في القاهرة جهود كبيرة، والقاهرة مكلفة بقرارات قمة عربية أن تتولى هي، وبقبول كافة الأطراف أن ترعى وتمشي في طريق المصالحة. وهناك اتفاق وقع في القاهرة والتزمت به الأطراف، لكن عمليا لم تنفذ ما اتفقت عليه حتى الآن. إذن المصالحة الفلسطينية في هذا الظرف تحديدا، في الوضع العربي والدولي تحديدا، هي حياة أو موت بالنسبة للقضية الفلسطينية بصراحة. هل توقع أنه مع هذا الزخم الذي شهدته هذه القمة التي نسميها القمة الاستثنائية أن يكون هناك جديدا في مسألة المصالحة من حيث ضغط جامعة الدول العربية أو حتى بعض الرؤساء بتدخل بشكل أقوى وأكثر حزما؟ عايز أصيغ دي بشكل واضح بصراحة. بصراحة شديدة، هل ستستجيب حركة حماس وهي الفصيل يعني اللي بيدور حوله أغلب الحوار بشأن المصالحة لهذه الاستجابات، علما بأنه أو لهذه النداءات، علما بأنه في مشاكل، ومصر اتهمت حماس مرارا بالتدخل في الشأن المصري، ومصر هي الوسيط وهي المكلف من الجامعة العربية؟ في ظل كل هذه الأمور هل تعتقد أن هناك حتكون استجابة؟ أنا أعتقد هناك يعني استجابة حقيقية، معناها أنه فعلا تحدث مصالحة. طبعا أنا لا أستطيع أن أتكلم عن احنا بنتكلم عن رؤيتك بالمعرفة، على ما هو لدينا من معلومات او اشارات. مظبوط. اولا التوقيع على اتفاق القاهرة والالتزام باتفاق القاهرة اعتقد انه ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه. الامر الاخر ان هناك حكومة وفاق وطني اجمع عليها العالم وقبلها الجميع، يجب ان لا نضع امامها اي عقبة. الأعمار في غزة لن يتم إلا من هذه البوابة، والشعب في غزة يحتاج إلى كل الدعم والإعمار، وبالتالي هناك حمل على كل من يقف في وجه هذه الحكومة من العرب جميعا بأن استجيبوا للوحدة الوطنية والحكومة الوفاق واذهبوا إلى انتخابات. قد يكون في تعطيل من الفصيل هذا أو فرع في داخل الفصيل هذا أو غير ذلك. الآن ما أشار إليه أبو مازن يريد للعرب أن يقولوا للأطراف، من سيخطئ من الآن أو من يعطل من الآن
سنقول علنا أن فلان الذي عطل أو فلان الذي، وهذا موقف صحيح. آن الأوان أن ننتهي من هذه الأوضاع المزرية في قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية. بصراحة تعبنا ولا نستطيع أن نتحدث أمام العالم بقوة. الآن هناك زخم جديد في قاهرة، عهد جديد في قيادة قادرة لديها حيوية ولديها إمكانيات. هناك تجمع عربي بدأ قوي جدا من القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، وهذه القمة الحضور فيها عالي والمستوى فيها رفيع والقرارات مهمة، ودعم قضية اليمن بهذا الشكل حفاظا على الأمن القومي العربي. أيضا ما سيتقرر حول القوة العربية وقد تقرر مبدئيا تشكل، أي أن هناك معطيات جديدة تستوجب على الأطراف الفلسطينية التجاوب مع الوحدة الوطنية الفلسطينية. تمام، تفضل. في خطاب رئيس أبو مازن النهاردة كان في إشارة أكثر من مرة إلى هذا التحرك العربي السريع مع قضية اليمن. شعرت من بعض كلماته وكأنه في نوع من أنواع الغيرة أو نوع من أنواع الحث للقادة العرب أو الزمان العرب، لماذا لا تحصل فلسطين على تحرك سريع وبهذا الزخم مثلما حصلت اليمن؟ هل ترى أنه في هذه الجلسة المغلقة التي تعقد بعد دقائق من الآن ربما تدخل اقتراحات الرئيس أبو مازن التي اقترحها اليوم ضمن جدول المناقشات، هل ترى أن المساحة التي حصلت عليها القضية الفلسطينية اليوم مناسبة تماما لحجمها ولتاريخها والوضع؟ دعني أعود إلى خطب أبو مازن في كل قمة عربية. هو حريص على قضيته وحريص على تحريكها وحريص على الوجود إلى السلام وعلى انتزاع الحق الفلسطيني. كل شوف خطبه بهذا الشكل. الآن في ظل الوضع الدولي وفي حكومة إسرائيلية جديدة تذهب إلى يمين اليمين اليمين، ويعلن رئيسها قبل الانتخابات أنه لن يوافق على حل الدولتين، ويعود طبعا هذا بهلوان، يعود يقول لا أنا أوافق على السلام ولا أوافق على يعني خليهم يقبلوا بالحكومة أو دولة يهودية، ويضع عقبات وأفعيل. لذلك أبو مازن لديه إحساس أن هذا الرجل سيعبث بالقضية الفلسطينية ولا يريد أي، مش عاوز أقول تهاون، أي تردد في الاندفاع بكل ما نستطيع كعرب الآن في هذه الفترة لنضغط على الطرف الآخر وننتزع قرار في قرار مجلس أمن له قدرة أو قوة التنفيذ لننهي الاحتلال وقيام الدولة. وهو أشار أن الدولة اعترف بها من 135 دولة لكنها مراقبة الأمم المتحدة. آن الأوان أن تكون من خلال مجلس الأمن عضوية كاملة بالانسحاب ووفق عملية سلام، وربط ذلك بالترويكا، الذهاب إلى الكونغرس والحديث أمام العالم على أرضية مبادرة السلام العربية حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام. طيب الـ 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 الواقع بقى على الأرض هو واقع محزن، وهو طبعا احنا كلنا بنفهم ليه نتنياهو بيقول هذه اللاءات وبيرفض وبينتخب الشعب الإسرائيلي على أساسها، بس عشان الناس تبقى فاهمة، لأنه مظبوط هذه القصة. فهل واحنا بنتفرج على ده شايفين قدامنا يعني تعنت اسرائيلي واضح، وعلى الارض هناك استمرار لعمليه الاستيطان وتوسع في الاستيطان يجعل التنفيذ على الارض تشوب عقبات وياخذ وقتا طويلا؟ انا اعتقد ان كلامك صحيح وفي محل. سنجد عقبات كأداء باللغه العربيه وصعبه. اليمين الاسرائيلي الذي عبئ لسنوات طويلة وتم غسيل دماغ بشكل واضح، لكن للأسف والحزن أن غسيل الدماغ هذا مرتبط أن الجانب الآخر يحقق كل شيء. الآن تغير، وهذا ما ذهب إليه أبو مازن يستحث العرب أن نقوم وندفع بكل قوانا كل قوانا حتى نفهم الجانب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي أن ما يقوله نتنياهو هذا صحيح
يعني وإمكانيات عربية عندما تتجمع وتوضع خلف القضية الفلسطينية المعادلة تتغير. صدقني المواطن الإسرائيلي لو رأى أن هناك موقفا عربيا قويا وأنه سيدفع فاتورة غالية إذا أبقى على الاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة وما نراه من عبث في الساحة، كل ذلك سيقف، لأن هذا المجتمع عبارة عن مجتمع مصطنع هلامي يتماسك، لأن هناك قوة تحمي من الخارج. القوة التي تحمي من الخارج، تفهم ما أقول، هذه القوة حتى نتنياهو أساء لها إساءة بالغة، أهانوا كيري وأهانوا الرئيس وذهبوا إلى الكونغرس على غير، وهذا لا يحدث في التاريخ. بأنه فعل تقريبا الشيء ذاته مع بيل كلينتون بالضبط في قبل كم ديفيد 2 ولا شيء يتغير. بالضبط ولا شيء يتغير الكونغرس بالضبط نفس تقريباً. الكلام نفس ايام الكلام. اتفاق دايتن والذهاب الى دايتن بالضبط. ولذلك انا اقول اذا كان هناك تجمع عربي قوي ومتحرك وسيتحرك ان شاء الله في الفترة القادمة وقريب جدا، هذا الظرف سيكون في مصلحة التحرك العربي. بعض أعضاء الوفد الفلسطيني كان عندهم التخوف الحقيقة اللي هو عندنا، يعني أنه انشغال القمة العربية أو انشغال الأمة العربية أو الوضع العربي بهذه القضايا مترامية الأطراف، الوضع الساخن في ليبيا، الوضع الساخن في الصومال، الوضع الساخن في سوريا، وأخيرا الوضع الموجود في اليمن، هل سيترك هذا مساحة للقضية الفلسطينية التي يريد الرئيس عباس الآن إحيائها مجددا من أجل مشروع الدولة الفلسطينية؟ أنا أحترم التخوف من أي مكان، من طرف فلسطيني أو عربي، أنا أحترم التخوف والتخوف له مكان، لكن ماذا تقول؟ نحن في حدث ووضع غير عادي، أحداث اليمن ومحاولات النيل من الأمن القومي العربي كلها أحداث مهمة للغاية ولا بد أن نعطيها كل الأهمية، لكنها أحداث طارئة، لكن الثابت هو القضية التي عمرها سبع عقود 70 سنة، وهذه القضية وكما لاحظت ولاحظ الناس ولاحظ كلام الرؤساء والملوك في الإعلام، القضية رقم واحد في كل حديث، حديث الرئيس السيسي رئيس القمة وهو رئيس قادم للقمة العربية، والجميع دون استثناء. ثم على جدول أعمال هذه القمة يأتي بعد قضية تقرير الأمين عام عن ما بين دورتين القضية الفلسطينية بتفرعاتها جميعا، فلا تردد ولا رجوع للقضية الفلسطينية في مكانتها، وستبقى كما قال أكثر من رئيس أنها باستقرار القضية الفلسطينية ستستقر قضايا كثيرة في المنطقة العربية، مش في المنطقة فقط ولكن في العالم كله وفي العالم. لأنها في طب مجموعة أسئلة سريعة بقى عن الجامعة العربية، وأتمنى نأخذ من حضرتك أخبار القمة القادمة فين؟ في المغرب. في المغرب، والمغرب مستعد للاستضافة إن شاء الله؟ طبعا، والمغرب لديها تاريخ في القمم العربية. طبعا طبعا، أقصد أقول في اللحظة دي لأنه كان فيه بيتردد في العروسة أنه ربما لا. غالبا بكرة إن شاء الله الكلمة بتاعت رئيس وزراء المغرب أجلت لبكرة، لأن هي الكلمة الختامية اللي هيستلم من خلالها القمة العربية إن شاء الله في المغرب، اللي هو يبقى بيقول فيها قبول. طيب المجلس الأمن والسلم خلاص انتهت الأمور والتفاصيل؟ القرارات السيادية موجودة والتفاصيل في الصياغات تحتاج إلى وقت، وإن شاء الله لأنه الموافقة تمت. القوى العربية المشتركة شبه منتهية، منتهية على الورق تماما، واتخذوا القرار والمطلوب، وأحيل التفاصيل في التنفيذ. على سبيل المثال لمجلس وزراء الدفاع والأمن العرب، معاهدة الدفاع العربية المشتركة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، أصبح العمل هنا ليس سياسيا ولكنه فنيا. وبالمناسبة أقول رؤساء الأركان العرب في الجامعة العربية وضعوا كثير من المخططات والقضايا المطلوبة في هذا الشأن. طيب وضع تركيا في وضع تركيا نعم في جامعة الدول العربية بصفتها مراقب، هل هيستمر؟ هل حاولوا نقاش ما أمر؟ لا بص، شوف القضية المراقب في الجامعة العربية في عدد كبير مراقب،
ولا تعني أكثر من حضور واطلاع في مؤتمرات وعلى وثائق وفي منتديات مشتركة فيما بين وبين مجموعة من الدول اليابان والصين والاتحاد وفي أمريكا اللاتينية كثير. لكن أقول أنه في ظرف معين عندما يكون هناك خلل في العلاقات تبقى تركيا عضو في الجامعة مراقب في الجامعة العربية أو سميها ضيف في الجامعة العربية، لكن نعمل على تسوية المشاكل ورفع كافة العقبات من الطريق الطبيعي. أنا أعطيك مثلا، يعني كان هناك نوع من الحديث عن إثيوبيا وسد النهضة الفترات اللي، وأعتقد أن القيادة المصرية الحالية نجحت نجاحا كبيرا وببعد نظر في غاية الأهمية قد لا يكون أحد ذكره قبل ذلك. كانت هناك مخططات بأن يكون هناك فرقة شديدة في من هو عربي أفريقي ومن هو أفريقي أفريقي، وكنا نستمع لكثير. كانت إسرائيل تحرض، وإسرائيل كانت موجودة في البحيرات منذ 25 عاما وهي التي ترتب للسدود وهي التي تعمل كل هذا العمل على أمل أن يكون هناك صراعا عربيا أفريقيا. هذه الفترة وبهذا التحرك العربي والتجمع العربي وبحل قضية سد النهضة بما يتوافق مع المصالح، أعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة سياسية واستراتيجية جديدة. هذا الكلام لابد أن ينطبق على كل دول الجوار، على تركيا وأيضا مع إيران. إيران جارة في الإقليم معنا مسلمة في مشاكل، نحن لا نقبل التدخل في شؤون أي دولة عربية أو الإساءة أو المساس بالأمن القومي العربي. وقضية الجزر عندما تنتهي هذه الأمور لابد أن نجد طريقا للتعاون فيما بيننا وبين إيران للنهضة بالدين الإسلامي، للنهضة بأحوال شعوبنا، بمحو الأمية، بمحو الفقر. هناك مشاريع كثيرة مشتركة، لكن التعامل بالند وعلى أرضية السيادة والاحترام للأمن القومي العربي. صحيح، هي دي النقطة الأساسية. سعادة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، شكرا جزيلا لك ولوقتك، وأعلم أنك يعني ينتظرك الكثير من الحديث والحوار طبعا نظرا للخبرة مقاطعة النظير الموجودة عند حضرتك، وأنت أيضا أحد حملة مشعل القضية الفلسطينية سواء داخل الجامعة العربية أو خارج الجامعة العربية باعتبارك ابنا برا من أبناء فلسطين. أشكرك يا أخي، أشكرك على كلامك. شكرا جزيلا. فاصل ونعود.